انه ما تبش الجديد تاع المكتب تاع الفرع تاع نقابه المهندسين المغاربه في جهه الدار البيضاء 16 من 2008، علاش التاخير؟ هي في الحقيقه غير شويه ديال يعني واحد شويه ديال الاهمال وصافي، ما كنبغيو نجتمعوا ما ناريف با ما كنقدروش نتوصلوا باش نجتمعوا. هي المكتب الوطني تغير، حنا دابا وصلنا للرابع، ولكن المكتب ديال الدار البيضاء ما غيرناش، حيت حتى المكتب الوطني كيقول لك اودي الامور مشيه سي با لا بين، يعني بلا ما تبدلوا الكونتيش كيفاش كيقول لك اون شونج با لو ميور لو بون جوار. وعلاش اختاريتوا 2022 يعني تجي تاع المكتب؟ هذا كان يعني كنضربوا باش نوصلوا قبل، في 2013 كنا غادي نغيروه دار المؤتمر الثالث على المستوى الوطني، من بعد مشينا ل 2017 جا كوفيد قلعنا واحد عامين بغينا نديرو في 21 باش نجمعوا الناس، كي صعاب شي شويش باش نجمع الناس، ووصلنا ل 2022 من غير ارادتنا، يعني غير باش نجمعوا الناس، هذا هو الصعوبات اللي كان عندنا باش نجمعوا الناس. الملاحظه ان الدار البيضاء انها تعرف مجموعه من الاوراش، ولكن كان الاوراش تتم بدون المهندسين، البعض تيقول يعني الطريقه باش تتم الاوراش على مستوى الدار البيضاء واش كاينين مهندسين اصلا، علما ان يعني المسؤولين عن مدينه الدار البيضاء هما اصلا العديد منهم اللي تعاقبوا على تسيير مدينه الدار البيضاء هما مهندسين اصلا، فين كاين العطب بالضبط؟ الله يجازيك بخير على هذا السؤال. هذا المشكل ديال المهندس، كاين مهندسين من انواع مختلفه، عندنا في الانفورماتيك، عندنا في الشعبه المدنيه، عندنا في الكهرباء، عندنا في جميع الانواع، ولكن هذا هو الهدف ديال تاسيس ديال النقابه الوطنيه للمهندسين، اللي باش كنا كنطمحوا نوصلوا للهيئه كتحمي البلاد في المشاريع ديالها وكتحمي المستهلك، يعني شكون هو المهندس اللي خصو يكون بذاك المستوى، كيديروا التكوين، تيديروا واحد عدد الامور، ملي كيشوفوا المشروع واش هذاك المهندس قد ولا ما، كيكون عارفينه. دابا هنا ما عندناش الهيئه اللي تدافع علينا، كتجبر بعض الاحيان الجماعه بالنسبه كيكون مشروع مستعجل غيقضي غرض، فك اعطي لهذا اعطي باك صاحبي، كاين هذا المشكل ديال المشاريع، داك الشيء باش كتلقى ذوك الاخطاء، المهندس ما عندوش القوه ديالو اللي يفرضها هو بالنسبه للجماعه او شي حاجه، كتلقى هذه المشاكل مطروحه، قصد الهيئه هذا هو الهدف من الفكره ديالك، الله يجازيك بخير. ذكرتي الهيئه، يعني الملاحظ ان يعني الدكاتره عندهم الهيئه ديالهم، المحامين عندهم الهيئه ديالهم، المهندسين ما كاينش الهيئه، علاش تاخرت احداث هذه الهيئه تاع المهندسين؟ الله كتحط السؤال، هما هذو اللي خصهم يتحطوا في الحقيقه، هذا مازال نشوفوا مع الاخوان. طلبنا يعني في 2005 طلبوا بهذه الهيئة، كانت عندنا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ولكن كتبقى عندها الكاركتير ديال عندها ديك الصبغة ديال الجمعية، كتوصل حتى للأمانة العامة كيقول لك ودي انتم كثار انواع مختلفه، راه ما يمكنش باش تجمعوا كلكم، يعني خص يكون الكهرباء جهاز جيني سيفيل خص يكون بوحدو، وكتجاوب نفس خلقنا هذه النقابه ديال الوطن المهندسي. كاين عراقيل كثيره اللي تخلقات لاسباب لا ندريها الله اعلم كيفاش، المهم دائما كاين الرفض، ما كتستقبلناش الحكومه في ذاك الوقت ديال فاش كان السي عباس الفاسي، المشكل ماشي في عباس الفاسي، في الناس اللي معاه، ما وصلناش باش غادي يستقبلونا ونذكروا على هذه الايهاب حيت ما بغاوهاش، يعني واحد النوع كاين شي شويه ديال شي حاجه شي غموض تما ما فهمناش، وهذا هو علاش السبب كما قلتي، كاين ديال العدول، كاين ديال حتى لي توبوغراف كاينه ديال المهندسين المعماريين، وهذو ديال المهندسين قال لك الكثره، اذا الكثره ما عرفناش كيفاش غادي نقسموها، واش نفتوها، واش نخلقوا نديروا طرف بطرف الكهرباء بوحدو، جيني سيفيل بوحدو، ولكن ما جاتش. الور بالنسبه يعني عندنا التجربه، كنشوفوا الاخوان في كندا احسن اوردر اللي شفتوه في الرئه ديال كندا، كيمشيو بواحد الطريقه تنظيميه غريبه، كيتحكموا كتجبر المشاريع في مستوى ثمن وعقول، حيت عندك القدره. كاينه الاردن عرفتي دايره واحد النظام يعني في واحد المستوى عالي، وكاين بعض الدول غير على قد الحال بحال تنزانيا، حتى هي عندها الهيئة، تونس حتى هي عندها الهيئه، وحنا واش ما عرفنا شيء ندافعوا على هذا باش نبينوا الفائده من هذا الشيء، واش كاين شي حاجه اخرى، حيت كاين واحد النوع ديال المنافسه كانت خلقات اول ديال الاتحاد الوطني ديال المهندسين المغاربه، هذوك خذاو باللي هما كيلعبوا دور الجمعيه وديال النقابه، منين شي 10 سنين او 12 عام ما جدوش ما داروا لا مؤتمر لا والو، دخلت النقابه قلنا راه نديروا هذه النقابه يمكن هي اللي غادي تعاون شي شويش نمشيو يمكن للهيئه، ولكن هذوك الاخوان ديال الجمعيه هما ما عجبهمش الحال، يعني منافسه بحال هما دافعوا شي شويش باش ما نبانوش، وبقات حتى
احتكاكات داخليه وتشغلنا مع الداخلي اكثر ما نهتموا بالخارج وما كاينش اللي يعاونك من الجهه الاخرى. جا سي رباح الله يجازيه بخير حاول يدير واحد المجهود، اذا نظر هو مهندس دار واحد المجهود يمكن ما وصلناش دائما الامانه العامه مشى داز عند الالعاب نفس الجواب ديال 2005 في 2015 نفس الجواب انتم اكثر ما يمكنش خصكم تقسموا لا هنا نفس 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 الهضره وما توصلناش للهيئه وجميع الدول واصلين يعني كاين اسبانيا هنا كاين كما قلت لك تونس وبقات. اما هذه الهيئه الوطنيه يعني كتلعب واحد الدور كبير الاول باش كتشوف مصالح المهندس علما باللي كتلقى مهندس خدام في شركه تيشد مشروع كيصيفطو على مشروع ديال 10 مليار ولا 15 وهو باقي كتعطيه 3000 درهم كتدخلوا للجامعه يلاه غادي نصرح بها نهز المحفظه لرئيس الجامعه ما عندوش القوه ما عندوش شكون اللي يعاونو باش هو يفرض. وكتلقى المشاريع ديالنا ذاك المره في الرباط في العرفان انا جاني غريب باش غادي نلقى شارع يمكن يكون انتبهتوا ليه تدوز طوموبيل مع ذاك الترام اللي داز الى وقف الطاكسي هذا الشيء خاصك توقف. من بعد واحد 6 شهور ولا 7 شهور بداو كيوسعوا توسعوا علاش ما درتهاش من الاول وفين هو هذا المهندس وفين هو التخطيط فين هو هذا. لو كان كما قلتي لو كان المهندس اختارينا المهندس المناسب وعنده راه اللي غادي يقول له حتى كامروه كينفذ ندير غير هذه بركة عندنا الميزانيه وما ماشي هي هذه. اذا كنطيحوا في المشاريع عندنا الطريق ديال الرباط لافوا تاتا دي زادو عندنا طريق مراكش اذا المهندس يمكن ما عندوش ما عنده الصوت ديالو غير مسموع وبعض الاحيان خصك تختار المهندس المناسب ماشي غير مهندس خديتي مهندس كل واحد يقدر يدير الطرقان ويدير هذا ويدير هذا. المشكل ديال الهيئه ضروري ضروري حطيتي السؤال الله يجازيك بخير حطيتي السؤال في محله الهيئه ضروري بلا هيئه ما غاديش ما نوصلوا للفايده البشري اللي مهمه وما نحميوش حتى المواطن ندير له مشروع دار وشويه طايحه ولا مشقوقه ولا ماشي معقول هذا.